السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ احوالكم على خير وبخير؟ جيت اليوم نشارك معكم واحد الكيكه اقتصاديه اللي بالشكلاط والقرقاع. ندوزو للمقادير على بركه الله. هنحتاجو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، جوج خمارات دالفاني، ثلاثه ديال الخمارات حمر، اربعه ديال البيضات، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، القليل من القرقاع اختياري. اللي ما عندوش ما بغاش يديرو تتبقى اختياريه. عندنا الدقيق الابيض الممتاز، وبالنسبه للتزيين عندنا دانيت الشوكولا وشويه ديال الشكلاط. نبداو على بركه الله، نضربو هذوك البيضات مع سنيده، هيا من بعد ما طربناه مزيان تيجي على هذا الشكل. هذا نزيدو قبيصه ديال الملحه ونزيدو الزيت ونولي نعاد نطربو معاكم. تنقطع الصوص غير على حسب الصداع ديال الباتور باش ما تيبقاش في الفيديو. صافي، نضيفو الحليب، نضيفو الفانيات بجوج، من بعد ما خلطناهم مزيان نبقى نضيف، عندي زلافه نتاع الطحين، نبقى نضيف شويه بشويه. راكم عارفين القوام ديال المسكوته الكثافه ديالها اللي خاصها تكون فيها. ندير شويه ونخلطو ونولي نزيد. تنضيفو الخمارات بثلاثة، نخلطوهم من بعد ما سالينا الكميه نتاع الطحين، نضيف جوج معالق ديال الكاكاو، هما هادو مهضوري، وعاد نشوفو لبقات خاصنا شويه نتاع الطحين نزيدوه. من بعد ما خلطناها دابا نضيفو هاد الكميه ديال القرقاع ونخلطو فيها. وهنا راه عندي المول ديال الكيكه، راني دهنه بالزبده ودرت له الطحين من الفوق، دابا نخوي فيه الكيكه. وفي هاد الاثناء راني فاش بديتها راني دايره الفران كيسخن، ديروا العافيه مهيله وتخليوها طيب على خاطرها. ومنين توجد معنا غادي نرجعوا نشوفوا التزيين ديالها والشكل النهائي. هي فاش نجيو نخويوها في المول تبقاو تهزوا يديكم للفوق عاد تخويو باش يخرج من هذاك الهواء، ما تيدخلناش فيها الهواء. خويتها تضربوها هكا، هانتوما شوفوا هاد الفقاعات الصغيور اللي تطلع، وعاد نخشيها في الفران. راه عندي مسخن من قبل، ندخلها تطيب ونرجع معاكم. ايا من بعد ما وجدت معانا هي تجي على هذا الشكل. هذا
دابا نخليوها على جنب وندوزو نديروه في كاسرول، نديرو هاد الدانيت شوكولا مع الشكلاط، نذوبوهم فوق البوطه ونزينو بهم. وفي هاد الاثناء بعدا غادي ندير لها لي كوردون ونتقبها مزيان، محدا باقا سخونه على هاد الشكل هذا، ونسقيها بالقهوه. تيجي المذاق ديال القهوه مع الكاكاو تيجي زوين. هاي من بعد ما تقبتها كامله نسقيها بهاد القهوه ونخليها تشربها على من ما يوجد معانا هاد الشوكولا اللي غنوجدو، وعاد نحيدها من المول ونزينها. درناها في طبق التقديم وذوبنا الشكلاط مع دانيت. دابا ندوزو للتزيين. وتزين تيبقى على حساب الاختيار، راه كل تيزين بالطريقه اللي باغي هو. ها هي من بعد ما زيناها يمكن لكم تزيدوا اللوز ايفيلي ولا طريفات نصيصات نتاع القرقع، تبقى تزين على حساب الاختيار. راني قلتها لكم في الاول كل تيزين باللي موجود عنده. دابا نديرها في الثلاجه نخليوها تبرد مزيان ويتمسك هاد الشكلاط اللي درنا عليها، ونرجعوا تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هي من بعد ما بردت معنا هو الشكل ديالها كي تيجي، هانتوما مفشاه من الداخل ومعلكه، هانتوما الشكل ديالها. شوفوا كي تاتجي مسقيه زوينه ورطبه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وبصحتكم وراحتكم.